مثل اللي ثبت بهالوقت اول اكسس مع الين زعور المر اللي موجوده معنا اليوم، واليوم الاكسس كان لعند بسام فتوح. تحيه كثير كبيره لألو. بونجور. بونجور. ينعاد عليكي. ميرسي وعليكي. مع بسام كيف كان اللقاء؟ وبنعرف انه في صداقه بتربط بيناتكم. ليكي كان لقاء كثير حلو. العالم تسألني إنه معقول تكوني موضوعية مع أصحابك وهيك إذا عملتي معه انترفيو؟ منقدر نكون موضوعية لأنه بتعرفي كاتيا هو سيجمنت هيك فان كاجوال مهضوم، وأنا بسام بعتبر إنه بالنسبة لإلي يكون معي بالسيجمنت هيك جود لك لإلي لأنه صديق كتير مقرب وهيك على طول حدي بكل مراحل حياتي. صورت بالبيت عند بسام؟ صورنا بالبيت عند بسام. بتعرف قد ايه روحه حلوه ايه. يعني اذا كمان شفتي على الفيديو ايه. يلي حطيته ايه كان مهضوم. فات على المطبخ طبخ بس انه ما لقله المطبخ يعني موضوعيه ما لقله المطبخ بس سافا ماشي الحال. لقله كثير اشياء ثانيه ايه اكيد، وكثير مواهب حلوه عنده اياها، وبنعرف قد ايه بروفيشنال كمان بمهنته بالفن اللي هو بيبرع فيه كمان. بنشوف الفيديو؟ يلا بنشوف. بونجور بسام. بونجور الين. انا كثير مبسوطه اني عم صور معك فاينلي. وانا كمان. بسام فتوح قبل ما يصير ميك اب ارتست انترناشونال بيعمل لكثير من الفنانين من الستارز ان كان لبنانيه وكمان على الصعيد العالمي. اذا بدي اسالك تعطيني بركه ثلاثه اقرب ستارز صاروا اصحاب لا اقرب لبسام فتوح، ما تقلي كلهم بحبون وكلهم اصحابي ولا كل واحد هيك تعطيني شيء صفه هيك. هو ما في شك انه عن جد مع انه في وقت الاكثريه صار لي 10 15 وامرار 20 سنه بتعامل معهم، فاوتوماتيكلي عن جد بيصيروا اصحاب بيصيروا قراب. اكيد هيفا هي صديقه مقربه كثير، ومن يعني بتجمعنا صداقه عمرها عن جد سنين حتى قبل ما انا انشهر وقبل ما هي تخوض المجال الفن المضبوط يعني، بس كانت هيك بابليك فيجر قبل السوشيال ميديا، ناس تحبها تشوف صورها، فهي اكيد كثير كثير مقربه لإلي. يعني قد ما هيفا واضحه صريحه، وات يو سي از وات يو جيت، عن جد كل شيء واضح للناس. غير هيفا اليسا، اكيد اليسا صديقه كثير عزيزه كثير قريبه مني، كمان بتجمعني صداقه كثير طويله وكثير حلوه فيها، كمان اليسا شخصيه كثير عفويه كثير صادقه، ونجوى كمان صديقه كمان مقربه، وكمان تعرفت عليها بال2000 يعني كمان صار لنا تقريبا 20 سنه. يعني هدول في يارا، اكيد يارا كمان بتعقد كثير قريبه للقلب وكثير قريبه مني. بسام انت عملت بركه ميك اب باهم ايفنتات بلبنان وبالعالم العربي، بركي على الصعيد العالمي كمان، واهم اعراس. اذا بدي اقول لك مثلا شي عرس هيك كان عملت ميك اب فيه كان كثير مهم وهيك كان قريب لقلبك. ما فينا اول عرس بيجي على راسي هو عرس الي صعب الجونيور، لانه كمان بتربطك صداقه كثير قوي، غير انه بتربطني صداقه بالعائله، بتربطني صداقه بالي صعب سينيور يعني، بتربط بكلودين بكل هالعائله. كان عرس كثير هيك ايموشنال، كان عرس لبناني، كان عرسنا كلنا، عرس اللبنانيه كلهم. لا قديش كان بيحمل من معاني، يعني الي ايكون لكل العرب لكل اللبنانيه، ولقلنا كاشخاص بنشتغل بهيدي الاندستري. ذكرى كثير حلوه. ايفنت عملته؟ دائما لما بعمل ايفنتس تشاريتي ايفنتس بضلهم معلمين براسي. يعني ان عملنا شيء وقتها بنعمل سيل للسي سي سي ال تشيلدرن كانسر سنتر، وهيك كمان ندعي الكل هلا يتبرع. اكيد انا كمان هيدي جمعيه كثير كمان بحبها وقريبه على قلبي. الفوكس هلا كله عم بيكون على الكوفيد 19، اكيد ما في شك لازم، ولكن كمان ما لازم ننسى. اكيد ما لازم ننسى اطفال السي سي سي ال. لما عملت مثلا كمان تشاريتي لسيزوبيل، يعني كل تشاريتي ايفنت بعملها هيدي بتضلها اكثر شيء معلمه بقلبي. بسام عاده الفانز بحبوا يعرفوا هيك شيء انتيم او شيء شوي العالم ما بتعرفه عن الايدول او عن الستار اللي بيبقوا متابعينه. انا حبيت اعمل هيك شيء بهالسيجمنت، شيء صغير اسمه اول مره.
اول مره بسام فتوح عمل ميك اب ولمين؟ اول مره عملت ميك اب هو ابروتش يعني عن جد مع الميك اب هو كان للماما الله يرحمها، كان عمري 7 سنين وبتذكره كثير منيح انه بس كنت هيك عم بلعب بالالوان وعم بحطهم باصابعي. اول مره حسيت حالك عملت انجاز وشو كان؟ ما في شك انه الميك اب لاين بالنسبه لي هو انجاز، يعني كنت اول يعني ميك اب ارتست عربي بيطلق مجموعه خاصه فيه. اول مره حسيت بالخوف وقلت هيدا الشعور ما رح انسيه بحياتي. كثير صغير خسرت خيي وهيدا كان اكبر خوف واكبر انغواس بحياتي لانه ما كنت بعرف شو الموت، كان عمري 9 سنين وخيي الكبير توفى. اول مره فشلت بحياتك؟ فشل لما قدمت على الفيوتشر تي في وما اخذوني، كانت ديسيبسيون كثير كبيره لإلي. تصور هيدي كانت هارد لك لإلهم، هن خسروا صراحه. اول مره حسيت حالك تعبان كثير قلت انه خلص بدي اوقف؟ لا عن جد اول مره حسيت انه بدي اوقف هي وقتها صارت مشكل الكورونا، حسينا اكثر انه الصحه عن جد هي اهم شيء. ان شاء الله بزياده تعلمنا بزياده، عن جد حسينا انه الصحه هي اهم شيء. لو ما كنت ميك اب ارتست شو كنت بتحب؟ انتيريور اركيتكت. دغري بقول لك عندي شغف كثير كثير كبير، كثير بحب الاشياء اللي خاصه بالبيت وبالتصميم الداخلي. كيف صار بسام فتوح نمبر 1 ميك اب ارتست؟ عن جد ما بعرف، بركي الشغف، يعني دائما عندي شغف وبعدني لهلا بشتغل بهيدي الباسيون الكبيره لشغلي، يعني ولا مره باخذ شغلي فور جرانتد ولا مره بعتبر حالي انه انا خلص وصلت وفيني اقعد وارتاح. من القصص يلي خلتني يمكن ما اكون نمبر 1 بالسوشيال ميديا بس كون من الاوائل خليني اقول بالحياه العمليه هي عدم انجرافي كمان للسوشيال ميديا، وهي نقطه كثير مهمه بحب احكي عنها. يعني اليوم انقلبت كل الموازين مع الانستغرام، صار في الميك اب راح على غير ليفل. امرار يعني بقول حدا بيطلع باله بيعمل امرار بقول ذي روين، يعني عم بيفسدوا معلومات الميك اب بالطريقه اللي بيستعملوا فيها الميك اب. شغله ثانيه بقولها كثير فان انه اذا سكر السوشيال ميديا انا عندي رقم تليفون، بس في كثير ناس معك حق تخلص حياتهم لما بتسكر السوشيال ميديا. بسام خلينا نحكي شوي عن البرودكت تبعك، قد ايه الكاليتي تبعهم حلوه وقد ايه الباكجينج حلو وموجودين وين ما كان وبهارفي نيكلز، يعني ما شو بتحكي شو بتخبرني شوي عن البرودكت تبعك؟ هيدا البرودكت هو نتيجه حلم اللي كان عندي اياه، وكان حلم يمكن مبكر. هلا صار في كثير برودكتس بالسوق، كنت بايونير بهذا الموضوع. وكل ميك اب ارتست بالعالم بعتقد حلمه يكون عنده هيك مستحضر يحمل اسمه. وبالنسبه لك العالميه هي انه يكون عندك هذا البرودكت اللي بتصدريه للعالم، مش انه اليوم اذا انا رحت على الي عملت لاي سيلبرتي ورجعت على بيروت مش هيدي العالميه لالي. العالميه انك تكوني براند نيم، حبيت انه كل شيء يكون الديتيلز كلها حلوه، يكون في براندنج حلو، يكون في فرح. يعني اليوم لما بتطلع هيك باللاين بتحسي بتضحكي مثل ما هلا ضحكتي. هيدا اكزاكتلي اللي انا بدي اياه، هيدي هي الرياكشن انا بدي اياها. شفتك من يمكن جمعه الماضي كنت عامل لايف مع صديقه لنا كمان مشتركه، وقلت انه بدك تعمل شيء للبرايدل. ايه وقت طلعنا مع طلعت مع باميلا. باميلا منصور. باميلا كمان بتجمعني فيها صداقه وبنشتغل كثير اعراس سوا لانه هي ويدنج بلانر، فقلت لها انه في جام في لاين صغيره عم تتحضر خصوصي للبرايد، وراح يكون في برودكت هيك انسبايرد من كل هالاعراس وكل هالجلامور اللي بعيشه، فان شاء الله بنطلقه فيري سون. طب ايمتى رح تعمل قلونا شيء لإلي؟ ايه يعني شيء ما بعرف انتيسير باودر؟ لا 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 انه شيء باسمي صار ما بقى في ما حدا ما عنده يعني صار برودكت باسمه بسام، انه ما كشفت السربريز يعني كنت بدي اعلنها وانت هلا خلص مش مشكل. هلا اذا اعلنت على الهواء ما بقى فيك ترجع. فيري سون ترقبوا ترقبوا برودكت باسم قلونا. سمي قلونا ولا قلين؟ بنشوف الاسم. اوكي قلونا هلا بنشوف.
طب انا عامل الميك اب تبعي اكيد ما بده تصليح يعني أكيد. بس انه اذا بدك تزبط انت مثلا شفتني عامله ميك اب لانه انا ماني بروفيشنال بالنتيجه بستعمل برودكت كيف بيزبطوا بيزبطوا شو بتحس شوي غلط بالميك اب تبعي وبده تصليح رسمه حاجبك شوي تكون انه تقدر تو بي مور بروفيشنال يعني يمكن من ورا البلندنج منزله هيك شوي البرونزر لتحت وشغله تانية لحتى كمان يعطي ديفينيسيون صاروا 6-7-8-9 شغلات اذا عامله ميك اب منيح ولا ريلاتيفلي عامله ميك اب منيح ولكن اذا بدنا ننتقد ك بطريقه شوي بروفيشنال هدول قصصي اللي شوي استحضرتني يعني براسي بس بتعرفي عن قريب لو ولا حواجبك مظبطيهم ماشي الحال مش رح ابرح حالي مثل ما بيقولوا ماشي الحال بركي هيك بدهم شوية تنظيف من هون بركي شوية تعبة بس قولي للمشاهدين مش انا عامل الميك اب ما تجرب ليه شو بالميك اب تبعك لا ما بشي بس موهوبة بس ما تجارسيني يعني مش انا عامل واحد بحط التان قبل او الانتيسات هيدا مثل الدجاجة قبل او البيضة لا انه او مثلا بتقرب التان على العين بيتقرب التان على العين انا بحط على كل الوجه اكيد فيك تحط هو عادة التان بعدين الانتيسان بس فيك انا برأيي اذا حدا عنده سان في حط الانتيسان يرجع يحط التان ويقربه على العين ويرجع بانتسان شوي افتح او حتى زيته يرجع يضوي شوي تحت بس ما عينه بيسمك تحت العين؟ لا ما بيسمك اذا بتعملي تابينج مزبوط ما بيسمك وعادة بدنا نختار سؤال كتير مهم بدنا نختار بين انه يسمك بركي شوي تحت العين بس نخبي السان او نخلي السان واضحين طيب بالإبونج او بال بشو ما بدك بالبانسو كتير منيح بالإبونج البيوتي بلندر لتحت العين رائعة وحتى الانتيسير أنا كتير بحب آخر تاتشز حتى بالإيد لحتى ما يسمك ولحتى عن جد يطلع هيك سموث أند لاينلس مثل ما بقوله شغلة تانية كل ما حكينا الباودر فاونديشن هيدا اللي هو البرودكت اللي أنا بلاقيه كتير منيح هون نزلت بركي البرونزر شوي فينا نحطه بالسبونج أو بال بانسو بركي هون شوي رح اعمله نيوترال رح اعمله على السكن تون تبعك بس بليز ارجعي قولي انك انت عامله انا عامله الميك اب انا عملته بما انه كلنا قاعدين بالبيت هلا وكلنا اكتشفنا هوايات وهوبيز جديد عندنا شو حسيت حالك هيك عندك هوايه جديده ما كنت تعرفها اكتشفتها ما بعرف بركي المطبخ يلي بحياتي ما كنت فوت عليه معقول مثلا هلا تعمل لي شيء هيك على السريع نفوت على المطبخ انا وياك لا حرام لا بشرفك شو تعذبنا وجينا لعندك ايه يلا شو بدي اعمل لك نودلز اوكي هلا فوت بحضرهم انا وياك عم مجهز يعني كله حاضر كله حاضر وكله تمام هلا شو بدنا نعمل اول شيء بدنا نعمل نودلز بس لأتذكر شو اسمه يعني ما تقبضيني لا جد إيه؟ كثير لانه كله اسمه ميريكل نودلز فيجيتابلز يعني هيدول منهم ما فيهم كثير كالوري ما فيهم كالوري على زيرو كالوري بس اي داوت مش غلط سو بديك 1 باكج اوف هيدا النودلز اللي اسمه شيراتاكي اوكي قديش سوفيستيكيه وثقيل إيه 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 ما في اسال اوكي 1 كيوب اوف نوت تشيكن هذه منا تشيكن اسمها نوت تشيكن بعدين 1 تيبل سبون اوف كوكونات امينوس اسمها هذا كلهم اورجانيك نوع عن جد كلهم فيري هيلثي فيري اورجانيك ولا انا باري وهيدي الكوكونات كمان سوري هيدي الكوكونات امينوس سوري مش غلط اوكي هيدي شو يا عمي هيدي كوكونات اويل هيدي الاويل هيدي الامينوس هيدي يعني مثل مثل شو هيدي ما بعرف اوكي وهيدا باي ذا واي الهيمالايان سولت عن جد انا بستعمله أنا كل حياتي بستعمله مش عم كذب بدنا بوافغ نوار وبلان اوكي بلان صح اوكي وهيدا شو انا كزبره لا هيدا كرافس وشو كمان غير الكرافس كان هون يا عمي شو بروكولي هيدا كرافس وفي بروكولي رح نعمل بروكولي يلا خلينا نبلش الصحن الحلو هيدا يا بسام كله مدروس هيلثي
ذوقي بدي ذوق اكيد طبخاتك البروكولي يعني ها ما بتتفوت. طيب ميرسي صحتي اكلت الضرب لانه انا ما راح ذوقها والله ما انا عاطله الكوكونات. طيب اوكي خليني ذوق بعدين البروكولي سبقت اوكي. هذا السيجمنت اسمه اول اكسس، يعني نحن عندنا اكسس لشيء العالم ما عنده اياه. بقى انا قلت اكيد انت مصور كثير قصص وعندك صور بالتليفون، بدك تنقي لنا كم هيك صوره منو نازلين او نازلين وتخبرنا شو قصتهم. فهيدي صوره كثير كثير، هاي اول وحده طلعت بوجهي وحطيتها مصوره من ماجازين، يعني رح فرجيكي صوره كمان لاليسا من وقتها ليك اللوك السموكي اللي هي اللوك البرونز. بتعرفي هلا اذا هيدي من قد ايه صورتها؟ مع انه مبين لك انا غبري بكون مصوره هلا. هيدي بركي بال 2000 او 2001 الصوره. فرجيكي صوره وقت عملتها هيك ايجنت جابانيز على تشاينيز. هيك قول هيفا كل الميك اب كمان هيدي الصور. مش معقول. بتعرفي كانت لكن في على هالقد equipments لا بالإضاءة لكن هالقد بالفوتوشوب فوتوشوب إيه هي قمر أصلا ما بدها فوتوشوب. فكانوا هيدي مثلا هاي صورتها عندي بالبيت وقتها. هاي بتذكر كتير منيح إلى ذكرى أنه البرينت عملناها بطريقة كتير 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 advanced. فرجيك أنا وصغير هاي كان عمري 5 أو 6 سنين كتير بحب الصورة. وهيدي كنت بالمدرسة مع أكل بانيه للأكل وشنطة الكتب والاسم حطوا لنا اسم عليها. فرجيك برينس. برينس هيدا بيسليني كل نهار. معرفت أنا إنه أنت كمان كان لك مثل ما بيقولوا السعي انه الكليب الحلو يلي شفناه تبع اليسا على السوشيال ميديا انه انت كنت ساعي فيه، شو بتخبرني عنه؟ انا اذا بدي كنت الانترميديار، يعني اجت الفكره لاليسا الي رزق الله المخرج عرضها انه ليش ما انه ليش واي دونت وي فيتشر هيفا بهيدا الكليب اذا بدنا نسميه. واليسا كانت خجلانه انه تطلب من هيفا فطلبت مني اسالها يعني. فهيفا كانت ريسبوندينج يعني وهيك زبطناها. اكيد بسام فتوح قلت له سؤال هيفا بس قول ايه انا بحكيها. قلت له لك اكيد يعني شو بدها سؤال. بعدين دقت لي هي و انا خلص وقتي. ميرسي كثير انبسطت معك. وانا كمان الين ميرسي. بدي اشكرك على كل شيء. بدي اشكرك على النودلز لانه كانوا كثير طيبين. ميرسي و... ان شاء الله وجود لك بكل شيء. ميرسي لك الين ولكل الاكيب للام تي في. وانا هيك بعتبر حالي دائما واحد من هيدي المحطه اللي عن جد بتمثلني انا. انت كمان انت ببيتك. ميرسي. صحيح انه كانوا طيبين النودلز. ما بهون شيء، مش عاطلين كأول مرة بيتحضروا. ما بهون شيء موضوعية. يعني تحية كمان مرة جديدة لبسام. ويعني حلو الجو يلي خلقتوه وعطيتونا تيبس بالنهاية. كمان وأنا أهم شيء يعني بس نشوف بسام فتوح بدنا حيالله هيك تيب صغيرة لأنه حيالله نصيحة صغيرة ممكن تستفيدي منها بمكياجك وتعطي فرق يعني. مزبوط. أنا بدي أشكرك كاتيا وبتعرفي نحن بنجرب هيك نكون بوزيتيف بهالمرحلة الصعبة اللي قاطعين فيها. وبتشوف مثل ما بتشوف بالانترفيوز يلي بنعملهم مع الستارز يلي السليبرتيز العالم بتحبها هيك بنجرب ننشر البوزيتيفيتي لانه بتحس العالم اشتاقت لستارز وبتحب تشوفهم. شكرا لك علينا. اول اكسس جديد الاسبوع اللي جاي ان الله راد. هيداك يعني اجواء حلوه بعد لنا شويه وقت هيك نشوف قد ايه يعني كمان الشغل بهيدي الظروف منه هين. كمان انه نكون عم نقدر نصور مع كل الاحتياطات يلي دائما ماخوذه 100% بالان تي في وبتصويرات اذا كان بتصويرات الان تي في فبيكون الكرو قليل والاحتياطات ماخوذه كليا. هيدي الشغله كثير بيفوتوا بيقطعوا 3-4 مرات بالتونيل هون بيتعقموا بي
بيرجعوا بيطلعوا بالسيارة. ونحن بنفوت لهون على شوي يعني نحن نعمل حساسية من كتر التعقيم. بس ضروري. العكس يعني. بس أكيد ضروري هذا الشيء بيطمن يعني كمان وكمان بالتصويرات وبالسورتيات كمان بيكون كل الاحتياطات مأخوذة. وتحية كمان كل السليبرتيز يلي عم يتجاوبوا كمان. عن جد وعم يفوتونا على بيتهم لأنه عندهم ثقة فينا وبأنه عم نوصل معقمين خالصين وحتى عم نتعقم على الباب وعم نفوت. ويلي كمان هن بدهم أن يكونوا كمان قراب يعني من الناس لأنه بهيك أوقات ضروري نكون قراب من بعضنا أكثر من الأوقات العادية. شكرا لك. ميرسي كثير. وفي هلا بنرجع نتابع لايف.